واحد المفارقه فاضحه في التربيضه هو ان المسؤولين ملي كيبغيو يتخلصوا من شي مشكل كيديو لسيدي عثمان، لدرجه ان سيدي عثمان حولوه بحال شي زباله. عندنا شي درصا، عندنا شي ورم خبيث، اديه اخويا لسيدي عثمان. بغينا نحيدوا سوق الجمله، ادير سيدي عثمان. بغينا نحيدوا البطوار، ادير سيدي عثمان. عندنا مشكل في المرسى مع سوق الحوت، ادير سيدي عثمان. عندنا مشكل البياضه والحداده، ادير سيدي عثمان. عندنا مشكل الحنطاس، ادير سيدي عثمان. ومن تقسمات يعني الهراويين طرف مشى للاقليم المدينه وطرف دخل للدار البيضاء، هذاك الطرف اللي غندفعوه لا نديو سباس لا ما نديو سباس، ادير سيدي عثمان. اذا سيدي عثمان ولات بحال شي زباله كيف ما قلنا. المشكل هو انه سيدي عثمان بالرغم من انه تحمل كل هاد الضربات اللي وهاد النظره التحقيريه تعاملت معاه بها يعني السلطات العموميه، استطاع على مر السنين ان يتحول الى مضخه للاموال وللموارد لفائده الخزينه العامه للدوله. بدليل هو انه الاسواق اللي كاينه دابا الان في سيدي عثمان كتعطينا تقريبا واحد 13 مليار اللي كتعطينا المدينه ديال الدار البيضاء، منها 10 حتى 11 مليار اللي كتجي انيكمون من سوق الجمله للخضار مع الاسواق الاخرى وكذا الى اخره، كنوصل 13 مليار اللي كيعطي سيدي عثمان الخزينه ديال مدينه الدار البيضاء، اي ما يمثل 10% من الموارد الذاتيه ديال مدينه الدار البيضاء، يعني الموارد العامه ديال المدينه 326 330 مليار، والموارد الذاتيه 170 مليار 130 مليار عفوا، اذا 10% كتجينا من سيدي عثمان، اذا ها سيدي عثمان اللي كيعطي 10% او روتور شحال كتعطيه السلطات العموميه؟ يلا كتعطي ابين 2 مليار و100 مليون سنتيم كاملين حسنويه، مني كنقسمها انا على السكان شحال كتجيني؟ كتجيني واحد 90 درهم في العام، ومني كنقسم على الايام كتجيني 4 دريال، لان السكان ديال سيدي عثمان حوالي تقريبا 220,000 ديال السكان، كتجيني 4 دريال لكل مواطن في سيدي عثمان في النهار، بالله عليكم، واش ب 4 دريال هي اللي غادي نلبي الحاجيات ديال المنطقه ديال سيدي عثمان؟ ساشون كو انه سوق الجمله ديال الخضر بوحدو في النهار كتدخل ليه 20,000 ديال الناس بالكاميوات ديالهم بالبيكوبات ديالهم بالمطر ديالهم بالمطر ديال الشينوا بالكاول الى اخره. فهاد لي شارج اللي كتضغط على البنيه التحتيه في سيدي عثمان ما كيمكنش انها هاد المنحه تواجه بها هاد المطالب. طبيعه الحال يعني نقولوا السكان والنخاب ديال سيدي عثمان تحملوا هاد المشاكل في الولايات الجماعيه السابقه، والان يعني عفى الله عما سلف، ولكن ماشي عفى الله عما سلف ديال الطريقه ديال بن كيران، عفى الله عما سلف ما بقاش نشوفوا في ريتروفيزور اشنو اللي وقع في السنوات الماضيه وفي العقود الماضيه، ولكن دابا الان يعني كاين مشاكل مطروحه في سيدي عثمان، اهمها ان هذه الانشطه اللي حولات الدوله للمنطقه ديال سيدي عثمان كيف قلنا قبيله كتخلق المنطقه ديال سيدي عثمان، ما عندناش منين ندوزو في سيدي عثمان، يلا عندك واحد دوزاكس ماجور هما اللي كاينين اللي كيخترقوا المنطقه. كيف ما كاين خلايا نائمه في الارهاب كاينه مشاريع نائمه في مهيكله في الدار البيضاء اللي ما كتحركش، كيف ما ان الدوله كتحرك لتفكيك الخلايا النائمه في الارهاب مطلوب من الدولة أنها تحرك لتحريك هذه المشاريع النائمة لفائدة السكان ديال سيدي عثمان، أهم مشروع اللي كينتظروه المنطقة باش يخفف المشاكل وينقص المعاناة ديالهم هي لافو دو 50 متر، هاد لافو دو 50 متر اسمها يدل على نفسها، يعني العرض ديالها 50 متر، باش يمكن ليا ندير واحد لا ديكونجيستيون ديال السير وندير واحد الانسياب ديال حركة النقل في المنطقة، كيف قلت قبيلة يعني سوق الجملة والبطوار وسوق الحوت والحدادة والحنطات اللي جايين في الطريق ومرجان وكذا وكذا الى اخره، تخيلوا معي حجم الصبيب اليومي اللي كيدوز تما في المنطقه ديال سيدي عثمان، وبالتالي هاد لافوا دو 50 متر اللي جايه من سيدي مسعود وغتخرجك لاهل الغلام بامكانها غادي تنفس نون سولمون على المنطقه ديال سيدي عثمان ولكن غتنفس ايضا على المنطقه ديال الدار البيضاء، ولا درنا هذا المشروع لليقين غادي نردوا واحد شويه الاعتبار وغنديروا واحد شويه المصالحه مع الجرائم والفظاعات اللي ارتكبت في حق سيدي عثمان على مر العقود الماضيه، ونتمنى هذا الميساج يوصل للمسؤولين.